أشوف الفن من نظرتي كرسالة أقدمها للعالم أوصلها. كل فنان يتكلم عن حضارة دولته، عن الثقافة، عن الشعوب، هي هاي هو الفن. طموحي أتمنى تكون لوحاتي من مقتنيات متحف من متاحف الدوحة، طبعاً المتاحف بعد العالمية. إحنا كفنانين قطريين نحس إن للحد الآن ما سوينا شيء يعني حق دولتنا قطر الحبيبة.